المسلسل هستعمله مش حمص الشام، الحمص اللي هو الصغير ده، الصغنن ده اللي هو كان جدودنا بيستعملوه في الطبخ، بيتحط في الخبيزه، بيتحط في السبانخ، في حاجات كتير. المقادير بقى بتاعتي، هستعمل بصلايه كبيره، نص كوبايه حمص هنقعه، ميه دافيه، سبانخ، طماطم عصير، شوربه، معلقه صلصه، معلقه سكر، ثوم وكزبره ناشفه عشان الطشه بتاعتها، مع شويه سمنه او زبده اللي موجوده عندك. اول حاجه هاجي هحط شويه زيت، دايما الحاجات اللي فيها طشه في الاخر استعملي الزيت اكتر علشان هيتحطي ماده دهنيه تاني. ادي بسم الله هحط البصله، البصله مفرومه خشن مش مبشوره، هقلبها يا دوبك تصفر، مش عايزه طعم البصله تبقى مستويه فيها خلاص. وبعد كده اهو الشوربه بتاعتي، حاولي انها تكون سخنه، البصله يا دوبك تبتدي تصفر، هحط الصلصه. وادي الحمص اللي انا نقعاه في ميه سخنه، يعني دافيه لسخنه، بنقعه ساعه تقريبا علشان ما ياخدش سوا كتير معايا، واقلبهم كده مع بعض كلهم. بعد كده عصير الطماطم، اخر حاجه بحطها السبانخ. انا بعمل التخديعه اللي هنزلها فيها، واخليها السبانخ ما بتاخدش سوا يا جماعه، اخليها تتخدع الطماطم كويس، يعني 5 دقايق، مش تتخدع تبقى متسبكه، لا تغلي شويه تعد بس شويه. وهحط معلقه السكر وفلفل اسود وملح، واخليها تغلي قبل ما احط السبانخ فيها، عشان كده بقول لكم خلوا الشوربه تبقى مغليه عشان تسهل عليكم الوقت. المفروض ان هي تغلي من 5 لـ10 دقايق قبل ما احط فيها السبانخ، يعني انا هخليها تغلي اروح حاطه السبانخ على طول، لا انت خليها على الاقل 5 دقايق تغلي قبل ما تحطي فيها السبانخ عشان السبانخ ما تاخدش وقت كتير. اهي هحطها واغطيها واسيبها 10 دقايق، بعد كده بعمل لها الطشه. خلاص يبقى الطماطم نغليها تغلي 5 دقايق، بعد كده احط السبانخ اسيبها 10 دقايق على النار، وطبعا متغطيه يعني اغطيها واسيبها 10 دقايق، بعد كده بعمل لها التقليه او الطشه. اهي هنعملها، هحط زيت اول حاجه، بحط الثوم يصفر مش يغمق، يصفر بس، بعد كده احط الايه الكزبره الناشفه. في ناس بتحط كمان مع السبانخ كزبره خضراء، انا ما بحبهاش فيها. بصوا اهي الصوص بتاعها مش لازم يبقى احمر تقيل، لا اوريكم، بتقعد 10 دقايق تغلي، الصوص بتاعها بيبقى لونه فاتح، ما تبقاش غامقه قوي، ما تبقاش حمراء قوي يعني. اوكي، وزي ما قلنا احنا بنسيبها 10 دقايق تغلي كده اهو،
لغايه بعد كده ما اعمل لها الطشه. بسخن الثوم، الثوم يصفر كويس، وبعد كده هنزل عليه بالكزبره يتحمروا مع بعض. خلينا نغطيها دي عشان تستوي كويس. طيب لو السبانخ فريش مش خضرة، فريش مش كيس، هجيب ماء مغلية واروح سقط السبانخ فيها غلوة واحدة واروح مصفياها. ادي التومة اصفرت اهي، هنزل بالكزبرة. ليه هحط السبانخ الفريش في الماء المغلية؟ اولا علشان اخليها تكش كده ما اقعدش احمرها اشوحها، ثانيا علشان الاوكسالات او الحديد الزياده اللي فيها ينزل شويه منه في الميه. علشان انتوا بتلاحظوا دايما ان السبانخ الفريش ممكن تزيق السنان، بيبقى فيها اوفر من الاوكسالات، ف بسقطها في ميه يا دوبك تقلب الميه واروح مصفياها وعاملاها بالطريقه اللي احنا عملناها النهارده دي كده اهو، يا دوبك تبقى غامقه. وخدي بالك اي تقليه لو غمقت زياده عن اللزوم بتمرر، ناخد بالنا من النقطه دي كويس اهي. شويه صغيرين كمان، يعني هي شعره بين اللون الذهبي الحلو وبين ان هي تبقى ممرره. بصوا اهي ريحتها ابتدت تطلع اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، و هاخد بس كده اهو هطفي عليها، لان التقليه دي اخر حاجه بتحطيها وبتقدمي السبانخ بعدها، او خلاص بتخليها ونغطيها. بصوا علشان البوتاجاز كهربا بتقعد تغلي، فلو انت اي حاجه مش عايزاها تغلي تستمر في الغليان بعد ما تطفي البوتاجاز لازم تشيليها طبعا من على العين اللي كانت شغاله وتحطيها بعيد. احنا دلوقتي ممكن بقى نروح لفاصل.